تهمة جديدة يوجهها الادعاء العام الأوكراني إلى الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش ووزير عدله ألكسندر لافرينوفيتش، وهي تهم تتعلق بالاستيلاء على السلطة. المدعي العام يوري لوسينكو أوضح بأن تحقيقات النيابة العامة تدور حول انقلاب دستوري قام به يانوكوفيتش ولافرينوفيتش عام 2010، أدى إلى أحكام قبضة السلطة آنذاك على الحكم من خلال زيادة صلاحيات الرئيس على حساب صلاحيات البرلمان.